صباح الخير جميعا، الله يعطيكم العافية. ايش يبقى؟ يعطيكم العافية يا حسام ووجيهة. بالنسبة للمحاضرة احنا اليوم صراحة راح على الأغلب يمكن أغطي بس للمادة اللي اتفقنا عليها مع الدكاترة، مع الدكتور محمد والدكتور فهد، يعني مش راح نغطي المادة كاملة، لأنه زي ما أنتم تعرفوا اليوم يعني من ككلية الهندسة اختاروا أنه اليوم يكون آخر يوم للتدريس اللي هو 4/5، فصراحة يعني إحنا مش ضايلين لنا كثير بالمادة اللي مقررين نغطيها، ولكن أنا بصراحة راح نستمر برضو، راح نتفق أنا وبقية الدكاترة على طريقة نقدم فيها الفيديوهات للمادة المتبقية. هي مش راح تكون داخلة بامتحان الفاينل، ولكن خصوصا للطلاب بصراحة اللي بياخذوا المادة لأول مرة وأول مرة بياخذوا مادة السيكوينشال لوجيك، ممكن يعني هي أكيد مفيدة لطلاب الكمبيوتر انجينيرينج، طلاب الكهرباء وطلاب الميكاترونكس برضو ممكن يستخدموها، هي أكيد طبعا ضرورية كمان لمختبر المنطق الرقمي، وممكن يستخدموها في أي ديجيتال سيستم ديزاين ممكن يسووه in the future. فالمادة مهمة صراحة، وإحنا راح نتفق مع الدكاترة التانيين على طريقة لتسجيل المحاضرات وتوفيرها لإلكم، وفي حال يعني حتى ممكن نعلن عن أوقاتها في حال حدا حابب يحضرها، بس على الأغلب ممكن نخليها إذا بتكون لايف مش ريكوردد فقط نحاول نخليها بعد امتحانات الفاينل أو بعد العيد وهكذا. إن شاء الله بنعلمكم من خلال صفحة الفيسبوك والبيازا وجميع المنصات اللي عم نتواصل معكم عن طريقها. بذكركم برضو أنه يوم الخميس إن شاء الله عندكم الواجب الثالث. عارفين أن أنتوا يعني أنا عارف أنه الكل صراحة مضغوط، أنا يعني صدقا يعني الجميع يعني شاعر بالضغط وشاعر أنه الوقت صار قصير، والكل عم بحاول يعمل 50% أعمال الفصل، بس للأسف يعني حتى إحنا مش كتير في حلول يعني عنا، يعني لأنه برضو تسليم العلامات كله مطلوب ب7/5. أنتوا بتعرفوا إحنا كنا عاملين أصلا هذا الواجب ب2/5، ولكن بناء على طلبكم مش الجميع ولكن طلب بعض الطلاب أنه يتأجل الأساينمنت تم تأجيله ل9/5. في يعني بعض الطلاب سألوا إذا في مجال لتقليل المادة، بس للأسف هذا الموضوع يعني صراحة صعب، لأنه هي أصلا إحنا كل اللي طالبينه هو شابتر 3، ما فيش يعني هو شابتر 3 تو بارتس، في بارت منهم كتير سهل اللي هو الجزء الأول أصلا نفس الخطوات تبعت البارت الثاني، هو البارت الأساسي في شابتر 3 هو البارت 2 اللي بيحكي عن المكسز والديكودرز والإنكودرز وهكذا، فصراحة صعب نغير من المادة. بس الحمد لله يعني على البوزيتيف سايد احنا بنعطيكم صراحة 16 ساعة تحلوا الاساينمنت، يعني ان شاء الله انه هذا وقت كافي بيسمح لك اذا في عندك اساينمنت ثانية او كويزز او وات ايفر انك تقدر تحلهم. بتمنى للجميع والله التوفيق، ويعني تقدروا تنظموا اوقاتكم وان شاء الله الامور تمشي على خير بالنهاية لمصلحتكم ولمصلحة العملية التعليمية، يعني ما يكون في برضه يعني ظلم لأي شخص أو لأي طالب. أتأكد أب فآخر شيء بالنسبة للسلايدات، يعني سلايدات شابتر 5 اللي موجودين على البيازا هم الكاملين، فأنا على الأغلب بس أنهي المحاضرة لحد ما إحنا بنكون وصلنا، راح أشيل السلايدات الزيادة عشان ما يصير لخبطة، وأعيد أعمل بوستنج من أول وجديد للسلايدات على البيازا وعلى الإي ليرنينج، وبرضه راح نحط نسخة من السلايدات اللي مطلوبة لامتحان الفاينل على الشيرد فولدر، يعني اللي هو تبع المحاضرات، خلاص تكون اكسسبل من هناك. يعني إذا وأتوقع برضه الدكتور فهد قام وضع فولدر تبع البراكتس بروبلمز، الأسئلة والسامبل اكزامز كلها برضه موجودة على الشيرد فولدر، فهيك أنت بتصير كل شيء تاخده من الشيرد فولدر، المحاضرات موجودة هناك، السلايدات النهائية بتكون موجودة هناك، الأسئلة والبراكتس بروبلمز برضو موجودة هناك as well. في كمان شغلة أنا كنت بدي أحكيها، حكينا صباح الخير دكتور. طبعا النور، أهلا.
دكتور عشان امتحان الفاينل، آه. انه ايش راح يصير هلا، كيف راح نقدمه ونفس هلا هو الطريقة. لا لا هلا هو صراحة هذا من الجامعة، وأنا هاي النقطة سبحان الله اللي قاعد بحاول أتذكر فيها، امتحان الفاينل هو مدته ساعة صراحة، هذا حسب تعليمات الجامعة، مش زي الأساينمنت زي ما كنا نعطيكم 16 ساعة. وبس إحنا طبعا راح نراعي هذا الإشي، بس بصراحة يعني كيف راح نراعيه؟ مش راح نراعي صراحة، بقصد فيها انه والله انا كنت احط لكم الاساينمنت 16 ساعة، فبشوف قديش والله انه انا الاساينمنت احنا اصلا كنا نعطيكم وقت زيادة عشان ما نضغطكم، لانه عارفين انه عندكم شغلات تانية وتسليم ومحاضرات وهكذا، فكنا نحاول. بس بصراحة بالامتحان الفاينل راح تكون مدة ساعة بس، يعني تخيل انت مثلا امتحان الفاينل تبع الجامعة مثلا فرضا كان مدته فرضا ساعتين او ساعة و40 دقيقة، احنا راح نقلل الاسئلة بحيث انها تصير مناسبة لساعة ويمكن اقل شوي، لانه بسبب مشكلة بسبب شغلة الاونلاين والانترنت كونكشن وهكذا، فيعني ممكن يعني نخليها مثلا والله بتحتاج ل50 دقيقة او يعني بهالحدود، يعني بحيث انه نضمن ان شاء الله انه الطالب يكون مع الوقت الكافي، بس بالوقت الكافي على اساس انه امتحان وليس على اساس انه واجب، يعني الطالب بده يكون سريع بالحل، بده يكون يعني الماده يعني ماشي عليها وعارفها، يعني مش زي في الاساينمنت بدك تكون انه تكون مرتاح والله ومعك وقت كبير، وبالتالي ممكن انه والله انت اذا حتى لو مش دارس الماده نهائيا وقت الاساينمنت تصير تفتح الماده وتقرا عنها وتحل الاسئله، هذا الشيء ما بزبط صراحة في الامتحان، فهذا ضروري تنتبهوا عليه يعني بصراحة، يعني الوضع مختلف بين الاساينمنت وبين الفاينل اكزام. بس يعني ان شاء الله راح نراعي مستوى الاسئلة، راح نراعي عددهم بحيث انه يكون مناسب لساعة، ولكن از ان اكزام وليس از ان اساينمنت، هاي ضرورية صراحة الشغلة. بس هو تمام راح إن يكون شاء الله. عادي اوبن بوك وهيك، يعني احنا ما راح نقدر يعني ما راح نحكي لك صراحة ما تفتحش السلايدات، ولا يعني انت راح يكون عندك المصادر كلها موجودة يعني عندك، بس طبعا التعهد دائما انك انت تقدم الحلول تبعتك زي ما كان بالاساينمنت راح يكون برضو موجود يعني ان شاء الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. يا دكتور حطيتوا تاريخ للامتحان النهائي ولا لسه؟ اقترحوا امبارح والله 18/5، بس مش متذكر والله الساعة، فعلى الأغلب راح ينزل إعلان على صفحة الفيسبوك لقسم هندسة الحاسوب، وإحنا بنعمل له شير برضو على صفحة الفيسبوك تبعت اللوجيك يعني تبعت المادة، وبنشوف إذا الوقت فيه تعارضات وهيك بنتعامل يعني معها إن شاء الله بإذن الله. أوكي. إن شاء الله. طيب في أي أسئلة تانية؟ إن شاء الله خير. خلينا نكمل، معناته إحنا بمادة السيكونشال لوجيك المحاضرة يوم الأربعاء الماضي حكينا صراحة عن السيكونشال لوجيك، وحكينا عفوا عن الأنواع المختلفة من اللاتشز، ووصلنا برضو للفليب فلوب، وحكينا عن أول نوع من أنواع الفليب فلوب اللي هو الـ SR Master Slave فليب فلوب، وشفنا أنه هذا الاسم أجا لأنه الاسم أجا أنه في عندي تو clocked SR latches connected together بهاي الطريقة زي هيك، بحيث أنه الأوتبوت لون latch اللي هم الـ Q not Q are connected للـ S والـ R input of the other latch. The front latch is called the master, the back latch أو يعني the left side latch is called master والـ right side latch is called slave. ولأنه الـ slave بيعتمد على الـ value of Q and not Q sorry الـ slave بيعتمد على الـ value of Q and not Q للماستر. وشفنا طبعا انه الكلوك لهم مختلفه، وهذا بيخلي الفليب فلوب يبين، اذا بتذكروا لما تفرجنا هون على يعني بحب اذكركم هون بالدياجرام مش راح امشي عليه خطوه، بس لاحظنا انه لانه الماستر كان بيشتغل لما الكلوك هون الماستر لاتش هذا كبلس هو بوزيتيف بلس تريجرد، يعني بيشتغل لما الكلوك تكون هاي او لما السي تكون هاي، اما السليف عشان في انفرتر بيشتغل لما الكلوك تكون لو، فقلنا راح يبين معي زي اكنه قيمه كيو ونت كيو النهائيه اللي موجوده هون على السليف فليب على السليف لاتش بتتغير على النيجاتيف ايدج اوف ذا كلوك، على النيجاتيف ايدج سميناها او على الفولينج ايدج، والدليل قلنا مثلا هيتفرج هون على النيجاتيف ايدج اوف ذا كلوك، شفنا مثلا قيمه اس او ار 10 معناته لازم الفليب فلوب ككل هيك كقطعه واحده يعمل
ست، وهذا فعلا هو اللي صار. الكيو صار قيمتها واحد، كانت زيرو إنيشيالي بعدين صارت واحد. قيمة الكيو ما بتتغير نهائيا خلال الكلوك سايكل. هاي الكلوك سايكل من هون لهون، this is called a clock cycle. من هون لهون الكيو ما بتتغير لحد ما تجيني النكست نيجاتيف ايدج اوف ذا كلوك. بتفرج على قيم اس وار، بلاقي اس 0 ار 1، فبصير عندي عمليه ريست. اللي عند النيجاتيف ايدج الاخيره اللي هي هون كانوا اس وار 0 0، وبالتالي ضلوا عامل هولد على نفس قيمته القديمه. قيمته القديمه كانت 0 فضلوا محتفظ بنفس القيمه 0. فصار البيهافير للفليب فلوب أن قيمة Q أو Net Q changes only on the falling edge or on the negative edge of the clock. Otherwise, it remains the same. بتضلها نفسها، نفس القيمة. وشفنا أنه في عندنا two cases بتخلي هذا behavior يتغير وينعكس، وبالتالي زي كأنه ببين عندي زي كأنه مشكلة. لهم صاروا سميناهم zero sketching وال one sketching. إذا بتذكروا لما قيمة value of S تغيرت within البلس هذه الهاي، تغيرت من 0 ل 1 بعدين رجعت من 1 ل 0، هذا خلى طبعا الاوتبوت واي يتغير. ولما اوتبوت واي يتغير لقط هاي السيجنال صارت 1، ومع انه هون على النيجاتيف ايدج قيم اس وار ار 0 0 وات واز اكسبكتد انه الفليب فلوب يعمل هولد، كان مفروض يعمل هولد بس لقط بسبب هذا الواحد اللي تغير هون الست، لقط هذا الواحد وخزن ونهم. وهذا البيهافير زي ما قلنا مش اللي احنا بدنا اياه. This is not the behavior that we actually يعني are interested in. وشفنا انه برضه مرات ممكن يصير العكس، ممكن يصير شيء اسمه زيرو كاتشنج لما تغيرت الار خلال البلس وبعدين صار عندي بعد ما تغيرت صار في عندي hold، فهذا الإشي لقط التغيير على الoutput y تبع الماستر وبعدين لقطه برضو عند السليف. ومرة تانية البيهيفير مش اللي احنا متوقعينه، عند 0-0 hold بدل ما يحتفظ بالقيمة وتضلها واحد صارت القيمة صفر. وهذا الإشي يعني مش البيهيفير اللي احنا بدنا اياه. فبالتالي طبعا في حل لهي المشكله، في حل لمشكله الونز والزيرو سكاتشنج اللي احنا راح نحكي عنها اليوم، اللي هي شيء اسمه بدل ماستر سليف، بدل اس ار ماستر سليف فليب فلوب، في شيء اسمه ايدج تريجرد فليب فلوب او ايدج تريجرينج. الايدج تريجرينج يعني احنا قبل شوي كنا نحكي بلس تريجرينج لللاتش. بلس تريجرينج يعني انه اللاتش بيغير قيمته طول ما هي البلس اكتيف. طبعا اي بلس ممكن تكون، احنا حكينا عن two types of latch، في latches كانت تشتغل على ال positive pulse او لما تكون يعني ال clock high، وفي latches كانت تشتغل على negative pulse او لما تكون ال clock equals zero. هذا كنا نسميه pulse triggered، لانه طول ما هي ال clock is high او طول ما هي ال clock is low ال latch بيشتغل بغير قيمته حسب قيم S و R. هذا معنى pulse triggered. The latch can change its value as long as the pulse, the active pulse is present، اللي هي اما ال positive او ال negative pulse، و S و R قاعدين بتغيروا. بالمقابل لما نيجي نحكي edge triggered فهو البيهيفير تبعه بيشبه البيهيفير تبع الماستر سليف، اللي هو انه قيم Q ونت Q تبعت الفليب فلوب ما بتتغير الا على النيجاتيف ايدج بس في لحظيا، يعني في لحظه معينه اللي هي لما الكلوك تتغير from 1 to 0 نيجاتيف او فولينج ايدج، او على البوزيتيف او على الرايزنج ايدج. اللي هم هذول هم الاحتمالين الوحيدين اللي بتتغير عندهم القيمة. وطبعا بالإج تريجرينج ما في عندي لا زيرو سكاتشنج ولا وان سكاتشنج، هاي محلولة. زيرو سكاتشنج والوان سكاتشنج ما بتصير، والبيهيفير دائما بيكون صحيح. أوكي. في أكثر من طريقة للديزاين تبع الإج تريجر فليب فلوب صراحة، يعني ممكن في الإج تريجر ممكن to be built directly، يعني تنبني as a single component، او ممكن تبني الايدج تريجرد فليب فلوب بنفس طريقه الماستر سليف، بس بدل ما تستخدم اس ار فليب فلوب للماستر تستخدم اس ار لاتش للماستر تستخدم دي لاتش للماستر، عشان هيك بيصيروا يسموه ماستر سليف دي فليب فلوب. اوكي، راح نشوف، احنا راح نشوف في الطريقه هاي اول شيء اللي هي الماستر سليف دي فليب فلوب اللي هو هذا الديزاين. طلع هذا الديزاين لسه في عندي تو لاتشز، هذول لاتشز، هي واحد هي هذا الماستر، وهدول كلوك لاتشز. طبعا هذا سميناه احنا اول لما شرحنا في بدايه هذا الشابتر سمينا هذا كلوكت دي لاتش، وهذا اسمه كلوكت اس ار لاتش اللي هون على هذا السايد.
الكلوك دي لاتش اللي هو له one input بس دي ما إلوش اس و ار إذا بتتذكروا. وكيف بيشتغل الدي لاتش هاد؟ لما تكون دي بتساوي صفر والكلوك is high واحد، قيمة دي بتتخزن على كيو بتصير صفر. أما إذا كانت الدي 1 والكلوك برضو هاي، برضو قيمة الدي بتتخزن على الكيو، بس هذا اللي بيسوي الدي لاتش. طيب لما الكلوك تكون زيرو، لما الكلوك تكون زيرو شو ما تكون قيمة الكيو بيحتفظ فيها، بتصير الدي don't care، الدي بتبطل مهمة لأنه الكلوك is zero والكيو بيضل محتفظ بنفس قيمته. هيك بيشتغل الدي لاتش. فبقول إحنا بالتالي هلا أنت إذا عندك ماستر معمول من دي لاتش وسليف، السليف عادي لو تركته اس ار ما هو نفس الاشي، ليش بيصير اتركه اس ار او دي؟ ما بفرق، لانه ايش داخل هون على الاس؟ داخل على الاس قيمة كيو، وداخل على الار قيمة النت كيو، وهدول دائما عكس بعض، يعني اس وار دائما عكس بعض، يعني يا رح يكونوا ست او يا رح يكونوا ريست. فهي هذا السليف. This is my slave. طيب هلا شو الفكرة هون؟ زي ما قلنا هون انت بتكون حليت مشكلة الزيرو سكاتشينج والوان سكاتشينج، هذا الاشي مستحيل يصير. وهلا راح اورجيك بالويف فورم انه هذا الاشي ما بيصير هون في هذا الديزاين، وفعلا بتصير قيمة كيو والنت كيو اللي على الاوتبوت تتغير على البوزيتيف او على النيجاتيف ايدج حسب الديزاين، اذا على البوزيتيف او على النيجاتيف ايدج اوف ذا كلوك. هلا بنشوف طبعا كيف بنحدد هل هو بوزيتيف او نيجاتيف حسب قيمة دي. لما دي تكون صفر وتيجي البوزيتيف او النيجاتيف ايدج اوف ذا كلوك بتصير كيو صفر، دائما الكيو بتتبع الدي. اما لما تكون الدي واحد على البوزيتيف او على النيجاتيف ايدج بتصير مباشره قيمه الكيو برضو ايكوالز 1. تمام. فهذه وان ابروتش لتصميم الماستر سليف دي فليب فلوب، او بنصير نسميه بدل ماستر سليف دي فليب فلوب بنسميه ايدج تريجرد دي فليب فلوب. ولو قدام خلاص راح نصير نسميه صراحة دي فليب فلوب، خلاص دي فليب فلوب هو معناته ايدج تريجر دي فليب فلوب. تمام، راح يصير الاسم خلاص دي فليب فلوب، بس لازم يضل يحكي لك هل هو بوزيتيف ايدج تريجر ولا نيجاتيف ايدج تريجر، يعني هل بيشتغل على البوزيتيف ولا على النيجاتيف ايدج. طبعا عشان نعرف هذا الاشي زي ما كنا نسوي بالماستر سليف اس ار فليب فلوب، الماستر لاتش اللي هون بيشتغل لما الكلوك تكون هاي لانه الكلوك سي مشبوكه على طول عليه، والسليف بيشتغل لما الكلوك تكون زيرو، فمعناته الاكتيف ايدج هي النيجاتيف ايدج. فذيس از كولد a نيجاتيف ايدج تريجرد دي فليب فلوب. ذيس از ا نيجاتيف ايدج تريجرد دي فليب فلوب، او مرات للاختصار هيك بكتبوا نيجاتيف ايدج تريجرد دي وخلاص بحطوا اف اف دي فليب فلوب. اوكي طيب خلينا نشوف الويف فورم للدي فليب فلوب. خلينا نحل اول إشي زي ما كنا نحل قبل الواي، وهي شايفين ماخذين الحاله اللي لما سويناها على الاس ار سببت وان سكاتشينج. نشوف هل بيصير هنا وان سكاتشينج ولا لا في حاله الايدج تريجرد دي فليب فلوب. طيب هلا احنا خلينا ناخذ الدي لاتش اول إشي لحاله ونحسب قيمه واي. اول إشي الماستر اللي هو الدي لاتش هاد بيشتغل قلنا لما سي تكون 1 ولما سي تكون 0. لما هاي السي تكون 0 ايش بضله عامل؟ بضله عامل هول. طيب هلا هو انيشيالي هو معطينا انه الاثنين قيمتهم صفر، الواي والكيو قيمتهم 0. طيب هون من هون لهون هون الكلوك از هاي، فالماستر راح يشتغل. طيب كيف الماستر بيشتغل؟ قلنا حسب قيمه دي، قديش قيمه دي طول البلس هاي 1، معناته ايش راح تصير الواي؟ الواي راح تصير زيها 1 اجباري لازم. طيب خلال لما تكون السي تساوي زيرو ايش بروح بيعمل الماستر؟ الماستر بيعمل هون هولد. طب هولد ايش يعني هولد؟ هولد قيمته الحاليه، قيمته الحاليه واحد اذا بضله عامل 1. مع انه لاحظ مع انه الدي تغيرت، بس حتى لو الدي تغيرت بما انه سي بتساوي صفر فهو راح يضله عامل هولد. طيب خلال هذا البارت هلا مسموح له يتغير الكيو حسب قيمه دي، هلا دي زيرو فشو بصير في الواي؟ برضه الواي بتتبعها بتصير زيرو، طول ما هي زيرو بضلها زيرو. انا بس اوكي وهلا بنشوف هاي شو بصير فيها هون. تمام، بعدين هون بيعمل هولد خلال هاي السايكل، فبانه هي كانت اصلا زيرو بضلوا عامل لها هولد وبضلوا زيرو. بعدين لما يجي هون على البوزيتيف ايدج او سوري على البوزيتيف بلس، هلا هون مسموح له يتغير. اول شيء كانت دي زيرو من هون لهون صح، دي كانت زيرو اول شيء، بما انه دي زيرو بضلها الواي زيرو عادي تبعت. بعدين دي صارت 1 فشو بصير في الواي؟ الواي برضه بتصير 1. بعدين شو صار في دي؟ رجعت الدي صفر مره ثانيه، شو بيرجع برضه بتصير الواي عندي هون؟ بترجع الواي بتصير مره ثانيه زيرو، وهون
الواي راح تعمل هولد، فراح يضل عندي القيمة زيك. شوف هنا الفرق، هنا في فرق كبير. ليش في فرق كبير؟ الدي هنا لما صارت 1 على طول الواي صارت 1، طب بعدين لما الدي رجعت 0 رجعت الواي 0. قبل شوي لما كنا بالاس ار، لما كان في هذا بدل دي كان اس وكان في عندي ار، ايش المشكله اللي صارت؟ هلا بس بدي اورجيك شغله، بس وانا مثال. كانوا اول شيء 0 0 0 0 معناها هولد زي هاي فضلت 0، بعدين صاروا 0 1 سوري 1 0 ايش معناها؟ هاي كان ست، فهاي صارت ست. بعدين ردوا رجعوا 0 0، لما رجعوا 0 0 ال 0 0 معناها هولد، فلازم يحتفظ بالقيمه نفسها، فهاي ضلت واحد وقتها قبل شوي لما كنا عم نحكي عن الماستر سليف اس ار فليب فلوب ضلت 1. اما هون بالدي فليب فلوب ما ضلت 1، لا رجعت ل 0 مره ثانيه، ولما رجعت ل 0 مره ثانيه برضه الواي راح ترجع ل 0 مره ثانيه. بس كنت حابب صراحه اذكرك بهذا الإشي وعشان اقارن لك شو الفرق بين ذا تو. في اي سؤال على قيم واي؟ ليش هيك قيمه واي؟ ليش في حد عنده اي سؤال كيف الدي لاتش بيشتغل؟ هذا الدي لاتش لحاله هيك الماستر لحاله، مش كدي فليب فلوب كامل. طيب نكمل معناته ان شاء الله. بالنسبه للسليف، السليف بيعتمد على قيم واي، بس خلينا نمحي هدول اللي هون. انه السليف بيشتغل بالعكس، تمام. نيجي على السليف. السليف كان انيشيالي صفر. عند الكلوك هاي السليف بضله يعمل هولد لما الكلوك تكون هاي، فبضله محتفظ بنفس قيمته اللي هي صفر. عند الكلوك لو بيشتغل السليف. قديش قيمه الانبوت للسليف اللي هو الواي؟ الواي هنا قيمته واحد، هي واحد الواي. الواي واحد والواي بار راح تكون زيرو، يعني داخل هنا 1، وعلى الار داخل 0، يعني ايش راح يعمل هذا اللاتش؟ راح يعمل ست. فشو راح تصير القيمه؟ راح تصير القيمه 1. وطول وبما انه الواي ضلت 1 برضه الكيو راح تضلها 1 لحد ما اجي عند هاي النقطه هون ويرد يعمل مره ثانيه هولد، فرضل الله محتفظ بال1 تبعه. لما يجي هون على هذا الجزئيه هون بلاقي انه الواي صارت صفر هون خلال هاي السايكل. لما واي صارت صفر يعني الاس صفر والار 1، يعني لازم يعمل ريست. فشو بيعمل هون؟ بنزل لواحد وبيضلوا نفس الإشي، السبب أنه ضلت الواي زيرو طول الهد. بعدين هون طول هذا الوقت إيش هو بيعمل طول هذا الوقت؟ بيضلوا عامل هولد، يعني بيضلها قديش قيمة الكيو؟ بيضلها قيمة الكيو زيرو. شو آخر إشي بيصير عندي هون لما بدي يجي يعمل دي يتغير مرة تانية؟ هلأ هون قديش قيمة واي هون بهذا الجزء؟ قيمة واي هون تساوي زيرو، يعني ضلت صفر واحد، يعني ضلت إيش؟ ريست. وهي ضل البيهيفير زيك. ولا هذا الاشي هيو مكتوب هون زي ما احنا سوينا بالضبط. هيو اوكي، فخليني امحي هلا الاشي اللي احنا حاطينه على السلايد ونترك هذا. هلا شوف البيهيفير، شوف البيهيفير تبع هذا الفليب فلوب مره ثانيه. هو نيجاتيف ايدج لانه الماستر بيشتغل على البوزيتيف بلس والسليف بيشتغل على النيجاتيف بلس، فاذا هو بيطلع نيجاتيف ايدج تريجر. طيب اول شيء قديش كانت قيمه الكيو؟ كانت قيمه الكيو، هلا انسى الواي خلص عشان اورجيك، هلا ما في داعي تصير تحسب الواي، بس اتفرج على قيم كيو. هلا كيو هي زيرو هون، وين النيجاتيف ايدج تبعوني؟ هي اول نيجاتيف ايدج، هي ثاني نيجاتيف ايدج، وهي ثالث نيجاتيف ايدج. بس هذا الوقت الوحيد اللي مسموح قيمه كيو تتغير، اذروايز بضل قيمه كيو نفسها. عند النيجاتيف ايدج الاولى هون قديش قيمه دي؟ دي قيمتها واحد، فشو صار في الكيو؟ على طول تغيرت ل1 وضلت محتفظه بنفس القيمه لا نيجاتيف ايدج اللي بعديها. لما لقت دي 0 نزلت الكيو ل 0. على النيجاتيف ايدج الاخيره قديش كانت قيمه الدي؟ مع انه هون هي طلعت وصارت 1 بس بعدين رجعت ل 0. انا بيهمني القيمه اللي عند الايدج بالضبط، القيمه 0. وشو كانت قيمه كيو؟ برضه 0. ما لقط ال1، ما صار في عندي 1، ما صار في عندي 1 سكاتشنج. هذا هو البيهيفير صحيح اللي انا بدي اياه. لما هون على النيجاتيف ايدج كانت قيمه دي 0، انا بدي كيو تكون 0، وفعلا كيو ضلت صفر. وبالتالي this is a correct behavior and this is an edge triggered negative edge triggered D flip flop. okay. في أي سؤال؟ في حد عنده أي سؤال هون؟ في شايف هون هاي المعلومة there is no
correct output, there is no one sketching. طلع البوزيتيف ايجي تريجر دي فليب فلوب، كيف ممكن تعمله؟ ممكن تعمل البوزيتيف ايجي تريجر دي فليب فلوب زي هيك، تخلي الماستر اللي هو دي لاتش يشتغل لما الكلوك تكون لو، فحطيت هون انفرتر، هون في تو انفرترز ورا بعض، فبالتالي هذا زي كانه بيشتغل لما الكلوك تكون هاي. فشو بيصير الفليب فلوب؟ بيصير الفليب فلوب بوزيتيف ايجي تريجر دي فليب فلوب، يعني بس لما يعني انت هذا البيهيفير تبع هذا الفليب فلوب كيف بيصير هذا البوزيتيف ايجي تريجر زي هيك. افرض قيمه دي صفر، اوكي، او سوري يعني صفر او واحد بغض النظر، اللحظه اللي بتتغير فيها السي هاي لما تكون سي لو بعدين سي تتغير لهاي، هاي اللحظه اللي بتتغير فيها السي فروم لو تو هاي على البوزيتيف ايدج، قيمه كيو راح تصير نفس قيمه دي. اذا دي صفر بتصير الكيو صفر وخلص، وبتضلها الكيو محتفظه بنفس قيمتها لحد ما تيجيك النكست بوزيتيف ايدج اللي بعديها. عند البوزيتيف ايدج اللي بعديها والله اذا كانت دي واحد الكيو بتتغير وبتصير واحد، اما اذا كانت الدي لساتها زيرو بتضلها الكيو زيرو وهكذا. اوكي، فهيك انت بتكون حققت البيهيفير المطلوب بالنسبه للدي فليب فلوب. اوكي، معظم السيكوينشال سيركت صراحه اللي يعني اللي مستخدمه بالاندستري والهذا كثير بتعتمد على البوزيتيف او النيجاتيف ايجي تريجر دي فليب فلوب، هو اكثر ستاندرد ستورج اليمنت مستخدم في السيكوينشال لوجيك. Sequential logic بشكل أساسي بتعتمد على الـ D flip flop لتخزين المعلومات، وزي الـ latches الـ D flip flop بس بخزن لي بت واحدة اللي هي القيمة اللي على الـ queue، يا بتكون يا إما واحد يا إما زيرو حسب أنت إيش بتكون خزنت الحاجات، إيش بتكون جبت القيمة على الـ D. في أي سؤال؟ أي سؤال؟ كل شيء تمام؟ هذه الصراحة هذه ملخص لكل أنواع اللاتشز والفليب فلوبس اللي شرحناهم، أو يعني يمكن أوكي الإس آر والإس بار والدي بوزيتيف، أتأكد أنه كله موجود، أتوقع كلهم موجودين. أوكي، اللاتش الأول، أول لاتش شرحناه، أول لاتش كان الإس آر اللي هو كان اللي هو اللي أوكي اللي مش موجودين هم صراحة اللي كلوكت إس آر لاتشز، هلا برسمهم. الاول لاتش تعلمناه اللي هو الاس ار لاتش اللي هو كان نور جيتس، اذا متذكرين زي هيك تو نور جيتس وموصولين بطريقه سميناها كروس كابلينج، قلنا الاوتبوت لكل واحده مشبوك مع الانبوت تبع الثانيه، وبعدين في عندي تو انبوتس اس ار وكيو ونوت كيو، وهذا اللاتشز كلها تعتبر، هذه اللاتشز كلها تعتبر اسينكرونس. ليش اسينكرونس؟ لانه قيمه كيو بتتغير بشكل متواصل، كل اول ما تغير قيم اس و ار تتغير قيمه كيو ونت كيو الفاليو اللي مخزنها، مش اد ديسكريت تايمز، مش في اوقات محدده زي الفليب فلوب او زي ال او زي الكلوكت او الماستر سليف فليب فلوبس، لانه هذول كانوا يتغيروا في وقت معين عند البوزيتيف ايدج تبعت الكلوك. طبعا الاس بار ار بار لاتش هو زي الاس ار لاتش، بس الفرق انه مبني باستخدام بدل او نور مبني باستخدام ناند جيت، اذا متذكرين ناند جيت، وبرضه مشبوكين كروس كابلد مع بعض، والاس والار ار اكتيف لو، عشان هيك محطوط عليهم بابل. قبل ما نشرح عن الدي لاتش، اول شيء صراحه هذا اللي مش موجود هون بس لانه كان في له سلايد موجود، كان في سلايد خاص اللي هو حكينا عن الاس ار لاتش اللي هو معاه الكلوك او السي، سميناه كلوكت اس ار لاتش اذا بتتذكروا، اللي هو جبنا يا منجيب الاس ار ومنستخدم معاه اند جيت اتوقع، او منجيب الناند بيست ومنستخدم معاه ناند جيت. بس كرسمه هي كيف رسمتهم؟ بس انت بتضيف هون انبوت جديد اسمه سي، اذا ضفت انبوت جديد اسمه سي هون، هاي الرسمه بدل ما تصير اس ار لاتش بصير اسمها كلوكد اس ار لاتش. او واذا بدنا نكون يعني صراحه اذا بدنا نكون اكوريت هذا لازم تسميه positive pulse triggered clocked SR latch. من وين اجى الاسم positive pulse triggered؟ لانه اللاتش هاد بيشتغل طول ما هي السي هاي، طول ما هي واحد بضله يشتغل، لما تصير السي لو ببطل يشتغل هذا اللاتش. اذا بدك اياه يشتغل بالعكس، اذا بدك اياه يشتغل على نيجاتيف بلس لازم تحط هون بابل، فبصير اسمه نيجاتيف بلس تريجرد كلوكت اس ار لاتش. بعدين هذا اللي كلوكت اس ار لاتش لما شبكنا الاس والار، اذا متذكرين شبكنا الاس الانبوت اس على دي، على انبوت اسمه دي، والار اخذنا انفرتر من دي وشبكناها عليها، يعني صارت الاس والار دائما عكس بعض، هي اس وار هذا دي،
صار ايش اسم الديزاين هذا؟ صار اسمه كلوكت دي لاتش، يعني بس لو تاخذ كلوكت اس ار لاتش وتشبكه بهذه الطريقه بصير اسمه كلوكت دي لاتش. وفي برضه من الكلوكت دي لاتش بوزيتيف بلس ونيجاتيف بلس حسب هل في بابل او لا عند الكلوك. هذول كلياتهم لاتشز بنسميهم، لانه حتى خلال البوزيتيف بلس والنيجاتيف بلس قيم كيو بتضلها تتغير بشكل كونتينيوس، كل ما دي تتغير قيمه كيو تتغير بشرط انه السي تكون اكتف. فبالتالي هاي برضه تعتبر اسينكرونس لوجيك، مش ديسكريت تايمز، كونتينيوس تايم تتغير قيمه كيو. بالنسبه للماستر سليف فليب فلوب، شرحنا منهم على الماستر سليف، شرحنا منهم تو تايبس. شرحنا من الماستر سليف تو تايبس، اول شيء الاس ار ماستر سليف اللي هو هذا الاول، بعدين ممكن يكون قلنا زي ما قلنا ممكن يكون بوزيتيف بلس يعني بوزيتيف ايدج او نيجاتيف ايدج. ونفس الشيء للماستر سليف دي فليب فلوب اللي هو هيك. طلع كيف رسمتهم، طلع كيف بتميز الفليب فلوب، هذا فليب فلوب او هذا ماستر سليف يعني هذا تو لاتشز، طلع كيف بتميز هاي الرسمه عن الرسمه اللي فوقيها. طلع الاختلاف، ايش الاختلاف الوحيد؟ هذا اللي فوق لاتش، اللي تحت ماستر سليف فليب فلوب، يعني هذا يعتبر سينكرونس، اللي هون هذا يعتبر اسينكرونس. شو الفرق الوحيد بالرسمه؟ هذا الشيء اللي على الاوتبوت اللي هون، هذا الشيء اللي على الاوتبوت على ايش بدل؟ هذا بدل على شيء بنسميه postponed output، يعني انه الاوتبوت ما بتغير دايركت، الاوتبوت بتغير اما على البوزيتيف ايدج او على النيجاتيف ايدج اوف ذا كلوك. برضه لما قبل شوي حكينا، مش قلت انا قلت لك انه الكلوكت اس ار لاتش زي هيك الديزاين تبعه، كيف بتميز الكلوكت اس ار لاتش من الماستر سليف اس ار فليب فلوب؟ برضه بنفس الطريقه بالبوستبوند اوتبوت، تحط هون على الاوتبوت هذا، هذا بدل لك انه هذا الديزاين اذا ماستر سليف فليب فلوب. هلا شو معنى هاي الرسمه اللي محطوطه هون؟ ايش معنى هذا الانديكيشن اللي محطوط هون؟ ليش هاي محطوطه هيك هاي؟ لانه السي بدون بابل، فمعناته مش هذا، مش قلنا هذا زي كانه بدك تتخيل انه في جواته تنين اللي هو الماستر والسليف، صح؟ الماستر اند السليف جواته تنين. بما انه السي الاولى داخله هاي، معناته الماستر بيشتغل على البوزيتيف، عشان هيك حطوه زي هيك. اللي بيشتغل عليه الماستر بحطوه زي هيك. هون عشان في بابل الماستر بيشتغل على اللو بلس، على النيجاتيف بلس. برضه هون نفس الاشي في الماستر سليف دي فليب فلوب، لما السي تكون بدون بابل معناته الماستر بيشتغل على الهاي بلس، ولما السي تكون مع بابل معناته الماستر بيشتغل على اللو بلس. اوكي، بس بدك تفرق بين هذا البيهافير بين هذا وهذا. هذا لاتش، يعني هذا طول ما هي السي هاي والدي تتغير الكيو على طول تتغير. اما هذا ذس از ا فليب فلوب، مش كل ما السي هاي، لا، لما السي تكون هاي بعدين تنزل لزيرو بيشتغل، وحسب قيمة كيو بتتخزن على قيمة الدي، بتتخزن على الكيو. كيف عرفت انه لما تكون هاي وتنزل للو؟ لانه بما انه هذا الشكل محطوط، معناته الماستر هاي والسليف لو، معناته ايش الادج؟ الادج هي نيجاتيف ادج. لما يكون في عندك بابل بيكون يعني معناته انه الماستر لو والسليف اس هاي، معناته ايش بيكون؟ زي كأنه بيشتغل على اي ادج؟ بيشتغل على البوزيتيف ادج تريجر. تمام، بدك برضو تتذكر انه هدول التنين الماستر سليف اس ار، هاد وهاد، سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف ادج، هدول التنين احتمال يصير فيهم مشكله الونز كاتشينج والزيرو كاتشينج. ونز كاتشينج and zero catching، هذا زي مرخص صراحة للي شرحناه يعني بالشابتر هذا. ال once catching وال zero catching are possible، هذا في ال SR master slave flip flops are possible. طب بال D latch، بال D sorry، بال master slave D flip flop حكينا بهدول التنين لا، zero and once catching are not possible، ما بيصيروا، يعني مستحيل يصيروا ال zero وال once catching. دائما قيمة ال Q تتغير على البوزيتيف ايدج حسب قيمه دي الحاليه. في اي سؤال على هدول الشيبس اللي احنا، في حد عنده اي سؤال اي تعليق؟ تمام ان شاء الله. صراحه هلا الرسمات الاخيرات هدول اللي هون الايدج بسمينهم ايدج تريجرد، هم هو صراحة يعني هدول برضو اللي فوق يعتبروا edge triggered، لأنه قيمة كيو ما بتتغير برضو غير على الإدج، بس عشان هم معمولين من two latches يعني مرات مش كل الناس بسموهم edge triggered. إذا بدك يا يكون pure edge triggered واقعيا edge triggered،
في طريقة لتصنيع الفليب فلوب كإلكترونيك كومبوننت لحاله مش فروم تو لاتشز. طبعا هذا إشي أدفانس يعني أنا مش راح أشرح لك إياه هلأ صراحة، هذا في مواد تانية. بس الفليب فلوب يو كان ديزاين الفليب فلوب يكون عبارة عن سيركت لحالها، مش مصنع من مالتيبل سيركت من ماستر ومن سليف لاتش، لا الفليب فلوب كله يكون عبارة عن وان كومبوننت. هذا الفليب فلوب اللي مصنع از وان كومبوننت كيف بيميزوه من عن الماستر سليف؟ ما بيحطوا هون هاي البوستبوند اوتبوت، بيشيلوها مش موجوده زي ما انتم شايفين. بس اذا بتلاحظوا رسمه الكلوك ايش حاطط عند الكلوك؟ حاطط عند الكلوك زي هاي المثلث، هاي الدايناميك، ذس دايناميك انديكيتر، هذا اللي موجود هون. ذس ريبريزنت انه هذا الفليب فلوب از امبلمنتد او از بيلت از ا سنجل كومبوننت، ككومبوننت وحده. طيب هذا برضو طلع هنا في شغلة مهمة، لما تصير تشوف هذا الدي فليب فلوب والكلوك، وهذا الاشي اللي راح اكثر اشي راح تشوفه في الديجيتال سيركتس ان جنرال، هذه الرسمة اللي هون اخر تنتين، هذول هم اكثر تنتين صراحة يعني مستخدمات. فخليني امحي كل اشي موجود واورجيك انه احنا بشكل اساسي اكثر اشي يعني ممكن نشوفه هو هذا. هلا هذول التنين ار بيور ايدج تريجر دي فليب فلوب، they are not built from two latches. وهو this indicator dynamic indicator. ولاحظ شغله هون انك لما يكون الكلوك بدون بابل this indicates positive edge trigger، بتبطل تحكي انه والله الماستر والسليف، خلص بدون بابل it's a positive edge زي ما شايفين، مع بابل it's a negative edge. فايش هذا الحكي معناته؟ معناته بصراحه في شغله مهمه هون، هذا الفليب فلوب مين اللي بتصرف زيه؟ مين اللي بيشبهه بالبيهيفير؟ اللي بيشبهه بالبيهيفير هو هذا الماستر سليف دي فليب فلوب. كيف ليش عرفت هذا؟ لانه هذا مصنع من تو لاتشز وفي بابل هون، يعني السليف عند اللو الماستر عند اللو والسليف عند الهاي، معناته هو بوزيتيف ايدج، والبوزيتيف ايدج زي هذا اللي هون، الاثنين بغيروا قيمه كيو على البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك. لاحظ بس انه هذا اللي معاه مثلث ما عليه بابل، واللي بدون مثلث عليه بابل هون، وعليه طبعا برضه هذول البوست بوند اوتبوت. وفي المقابل طبعا راح مفروض تتوقع اكيد انه راح يكون عندك انه هذا اللي هون هو زي هذا اللي هون، اللي هو النيجاتيف ايدج تريجرد اللي معاه بابل لما يكون مثلث، زي اللي بدون بابل هون لما يكون بوست بوند اوتبوت، لانه هون الماستر از هاي والسليف از لو، فبالتالي اتس ا نيجاتيف ايدج تريجرد زي ما هو معمول هون. اوكي في اي سؤال؟ هلا في سؤال؟ فشباب يعني لما اجي هلا انا مثلا اجيب لك رسمه زي هاي الرسمه، اجيب لك فليب فلوب زي هاد واحكي لك والله عندي هذا اللي فليب فلوب، واجيب لك والله ارسم لك هيك رسمه، اشوف اذا بقدر يعني دقيقه بس هيك اضيف سلايد فاضي. يعني لو مثلا هون صراحة لو مثلا أجينا هون وحاولنا وعطيتك رسمة زي هلا، خلينا أعطيتك والله هاي الفليب فلوب، قلت لك والله عندك الفليب فلوب هاد زي هيك، وحطيت الدايناميك انديكيتر وهي الدي وهي الكيو طبعا وهي النوت كيو، وجيت والله اعطيتك this is C او this is clock. مرات ال C الانبوت C بسموه CLK يعني clock، او بكتبوا كلمة clock كاملة، هذا هو ال CLK اللي هون. اوكي فهي الكلوك. هلا اذا جينا مثلا الكلوك عملنا لها ويف فورم زي هيك مثلا، اوكي واعطيتك قيم دي از لو مثلا، صارت هاي نزلت صارت لو رجعت صارت مثلا هاي وضلت هاي زي هيك، بعدين
رجعت هون صارت مثلا لو او وات ايفر، اوكي زي هيك. لما تيجي اطلب منك ترسم قيمه كيو لهذا الفليب فلوب، اوكي فور ذس فليب فلوب اف يو ونت تو درو ذا فاليو اوف كيو، انت بس عليك تتفرج عند البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك، لانه هنا ما في بابل. وين البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك؟ تعمل خط عند البوزيتيف ايدج الكلوك، هاي مثلا هاي هون، هاي اول شيء زي هيك، كمان بوزيتيف ايدج هي هون او رايزنج ايدج زي ما بدك سميها، بوزيتيف او رايزنج، وهي كمان اخر واحده هي هون برضه بوزيتيف او رايزنج ايدج. اوكي انا بكون معطيك طبعا الانيشال فاليو، او بكون يعني محدد لك شيء يساعدك على تحديد الانيشال فاليو، بس اذا افترضنا انه الانيشال فاليو از زيرو على البوزيتيف ايدج، قديش قيمه دي؟ هذا اللي بيهمك، قيمه دي 1، فشو لازم الكيو تصير؟ برضه الكيو بتصير 1، بتضلها الكيو محتفظه بنفس قيمتها، شو ما تتغير هون الدي ما بيهمني، الكيو ريمينز ذا سيم until the next positive edge. هذا الحلو بالفليب فلوب، خلص بغير بس at discrete times otherwise بحتفظ بقيمته. هون الدي على هاي البوزيتيف ايدج دي از زيرو، فبالتالي الكيو برضه راح تصير عباره عن صفر، وعلى اخر بوزيتيف ايدج الدي صارت واحد، فهون راح تصير الكيو از 1. لو بس هيك يعني، لو كان نفس الرسمه زي هيك بس كان الكلوك عندها بابل، حطوط قدامها بابل الكلوك زي هيك، تمام، واجيت بدك ترسم قيمه الكيو لهذا. هلا هذا طبعا صار اللي هلا هاي الرسمه صارت عباره عن نيجاتيف ايدج تريجرد وليس بوزيتيف ايدج تريجرد. ولو حكيت لك برضو انه كيو بتبلش من صفر، هلا انت بتكون مهتم بالنيجاتيف ايدج. وين النيجاتيف ايدج؟ هي النيجاتيف ايدج، هي واحده، هي الثانيه هون، هي ذيس از انذر نيجاتيف ايدج، وهي كمان نيجاتيف ايدج، ثلاثه نيجاتيف ايدج. فباجي راح تضلها قيمه الكيو صفر لاول نيجاتيف ايدج. هون لما عند النيجاتيف ايدج طلع، انسى هاي الكيو، هاي الكيو تبعت تتفرج على الكلوك والدي. على النيجاتيف ايدج قديش قيمه دي هون؟ قيمه دي زيرو، فايش معناته؟ راح تضلها الكيو صفر، ما راح تتغير. طيب هون على النيجاتيف ايدج دي از 1، فراح تصير قيمه دي 1 وتضلها لغايه النيجاتيف ايدج اللي بعديها. على النيجاتيف ايدج هون اللي هون دي از زيرو، فبرجع وبتصير دي بتساوي زيرو. واضح الفرق بين ذا تو؟ عشان ما تلخبط يعني، خليني يعني، المشكله اني هاي رسمتها باللون الازرق، بديش يعني تفكر يعني. هاي الرسمه هي لهاد اللي هو النيجاتيف ايدج تريجرد، وهاي الرسمه هي لهاد اللي هو البوزيتيف ايدج تريجرد. في اي سؤال؟ امور واضحه بالنسبه للدي فليب فلوب، كيف بيحتفظ بقيمته، كيف بغير القيمه تبعته، هيك ستورج اليمنت. ان شاء الله اخر موضوع، اخر يعني سلايد او سلايدين هم هاد واللي بعديه، هو موضوع الدايركت انبوتس اتوقع، صح؟ ايش بعد هذول السلايدات؟ يمكن هذا بس هيك مثال هون. طيب فايش ايش الدايركت انبوتس؟ ايش موضوع الدايركت انبوتس؟ هلا الفليب فلوبس اللي موجوده في الاجهزه المختلفه، زي مثلا الكمبيوتر تبعك مليان فليب فلوبس، السي بي يو اللي هو البروسيسور تبع الكمبيوتر فيه عدد كبير من الفليب فلوبس، في الريجسترز وغيرها من الميموري اليمنتس. فلما انت اول مره تشغل الجهاز تبعك في البدايه، اول ما تشغل الجهاز ممكن تكون الكلوك في البدايه لساتها صفر، يعني لسه لا اجى عندك لا بوزيتيف ايدج ولا نيجاتيف ايدج اوف ذا كلوك. فقديش في البدايه بتكون قيمه الكيو؟ هل بتكون صفر ولا واحد؟ يعني هلا بعض الفليب فلوب صراحه ما بيفرق معك شو بتكون القيمه، يعني لو كان زيرو او واحد ما بهم، بس في بعض الاحيان انت بهمك انه من اول ما انت تشغل الجهاز وقبل ما تيجي البوزيتيف ايدج او النيجاتيف ايدج تبعت الكلوك، انه يكون الكيو تبعت الفليب فلوب لها قيمه اما صفر او واحد. عشان هيك بضيفوا للفليب فلوب بضيفوا له تو انبوتس اسمهم دايركت انبوتس، وهلا بنشوف ليش الاسم سموه دايركت انبوتس. طلع هذا اول شيء، هذا الرسم اللي هون ذيس از ا نيجاتيف ايدج تريجرد فليب فلوب. كيف عرفت انه ايدج تريجرد؟ لانه الكلوك لها مثلث، هاي قلنا الايدج انديكيتر او الدايناميك انديكيتر. وكيف عرفت انه نيجاتيف ايدج؟ انه في هون بابل، ذيس از ا نيجاتيف ايدج تريجرد دي فليب فلوب. شو ضفنا عليه؟ ضفنا عليه تو دايركت انبوتس سميناهم اس و ار.
again الاسم اس او ار مستخدم كثير لانه انت يا راح تعمل ست او ريسيت لقيمه كيو، عشان هيك بيستخدموا الاس والار هون. وطبعا هذول الاس والار they control the state of the flip flop، بس بهالحاله they control it بشكل asynchronous، يعني بدون الاعتماد على البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك. هذول التو انبوتس لما يكونوا شغالين هم بيكون لهم الاولويه الاعلى. يعني مثلا ايش قصدي؟ لما يكون الاس بتساوي صفر، صفر عشان في هون بابل، شو بتصير الاس؟ بتصير الاس واحد، وتخيل انه الار واحد، واحد مع البابل سوري يعني الانبوت هون واحد، بتصير الار زيرو. الاس 1 والار زيرو معناته ايش لازم الفليب فلوب يعمل؟ لازم الفليب فلوب يعمل ست واحد. وهذا الحكي بنطبق بغض النظر قديش قيمة دي وقديش حتى قيمة الكلوك، يعني بهمنيش لا الكلوك ولا الدي. طول ما هي هاي الاس اكتف، طول ما هي صفر، صفر معناته اكتف لانها اكتف لو، راح تضل قيمة كيو واحد، راح يضل عامل لها ست. من هون اجى من الاس. طيب طبعا اذا صار العكس، يعني اذا صار انه مثلا اذا صار انه والله هذا اللي هون اللي هو، إذا صار عندك أنه S هو واحد وبالتالي هو مش شغال لأنه لما مع البابل بصير صفر، و R جايها زيرو فمع البابل بتصير واحد، يعني R هي اللي شغالة، فطبعاً وقتها هو راح يسوي بدل set راح يعمل reset ويخزن القيمة زيرو على الـ Q. وطول برضو أجين ما هذا الإشي متحقق بتضل قيمة Q زيرو بغض النظر عن الـ D وبغض النظر على الـ Clock. طب إمتى بيصيروا الـ D والـ Clock مهمين؟ لما يكونوا البوث الـ S والـ R التنين يكونوا مش شغالين. امتى بيكون الاس والار مش شغالين؟ لما يجي برضو عندك على الار مثلا في هاي الحاله الانبوت واحد، واحد مع بابل بتصير زيرو، يعني لا الاس شغاله ولا الار شغاله. وقتها صراحه انت كيف بصير يشتغل الفليب فلوب تبعك؟ بصير الفليب فلوب تبعك يشتغل بشكل سينكرونس. كيف يعني سينكرونس؟ يعني ما بغير قيمه كيو غير حسب النيجاتيف ايدج اوف ذا كلوك وحسب قيمه دي، يعني بصير يتفرج هون على الكلوك عند كل نيجاتيف ايدج للكلوك. هذا في حاله انه بوث اس وار جاي عليهم واحد واحد، كل نيجاتيف ايدج للكلوك بشوف قديش قيمه دي. اذا دي كانت صفر بحط عند كيو صفر، اذا كانت دي واحد بحط عند الكيو واحد، يعني برجع بتصرف عادي زي الفليب فلوب اللي بنعرفه. بس الشرط الوحيد انه يرجع لهي المود انه يكونوا بوث اس وار مش شغالين. اما لما يكون واحد منهم شغال خلص بصير الكلوك والدي بصيروا دونت كير. هذا الاشي هي الموجود هون حسب مشروع صراحة، حسب التابل. لاحظ هون الاس والار لما يكون واحد منهم شغال، الاس والار طبعا شغال هون اكتف لو يعني صفر، بصير الكلوك والدي ار دونت كير. واذا كان زيرو واحد يعني الشغال هو الست، فهي يعمل ون لانه الاكتف هو الست لانهم اكتف لو شغالين على الزيرو. ولما كان الار هو الشغال هيو زيرو هون، الار عمل ريسيت هيو صفر هيو هون خلى الكيو زيرو. طبعا لما يكونوا التنين واحد واحد زي ما قلنا قبل شوي، التنين واحد واحد يعني مش شغالين، لاحظ ايش لازم يجي على الكلوك؟ نيجاتيف ايدج. هذا معنى السهم اللي تحت، السهم اللي تحت يعني نيجاتيف ايدج او فولينج ايدج حسب قيمه دي. اذا دي صفر كيو صفر، اذا دي واحد كيو واحد. بس هذا بس قلنا بس بصير على النيجاتيف ايدج اوف ذا كلوك. طب ايش بصير صراحه اذا اس وار ار زيرو زيرو بوث؟ هذا الاشي از نوت الاود، ما بصير بوث اس وار يكونوا اكتف ات ذا سيم تايم، لانه انت بتبطل عارف شو تعمل ست او ريسيت. هذا الاشي از نوت الاود. هلا هل ضروري دائما يكونوا الاس والار اكتف لو؟ صراحه الجواب لا، عادي ممكن انت تعمل الاس والار اكتف هاي يعني بدون بابل، وبالتالي لما تجيب زي هيك مين اللي شغال؟ مين الاكتف؟ الار الريسيت، فخلى قيمه كيو صفر. وهون في هاي الحاله مين الشغال؟ الشغال هو الاس الست، فخلى قيمه كيو 1. اذا التنين كانوا امتى بيكونوا التنين نوت اكتف؟ هلا لما يكونوا التنين 0 0. وبهذا الديزاين هون برضو طبعا عشان هذا بوزيتيف ايدج، فالسهم لفوق عند البوزيتيف ايدج اذا الدي صفر بتصير الكيو صفر، واذا الدي واحد بتصير الكيو واحد. هل ضروري دائما اذا هون في بابل، يعني اذا هذا نيجاتيف ايدج يكون في هون بابل او اذا هون؟ لا طبعا، يعني ممكن انت ممكن عادي تعمل نيجاتيف ايدج تريجر دي فليب فلوب عادي، نيجاتيف ايدج تريجر زي هذا اللي مرسوم هون. هيو مش عارف ليش مش ضابطه معي الدائره، نبنيها شوي. اوكي نيجاتيف ايدج، بس عادي الاس والار يكونوا اكتف هاي بدون بابل،
الاس والار، هاي اس وهاي ار. ونفس الاشي ممكن انت تجيب بوزيتيف بلس تريجرد، يعني الكلوك ما عليها بابل، وتيجي تحط عند الاس والار بابل، تخليهم بدل اكتيف هاي يصيروا اكتيف لو. تمام، في اي سؤال؟ هيك تحط زي هون بابل ويصير this is s، طبعا اللي تحت بتكون r. برضو again هون بهذا بالactive high 1-1 انه يكونوا التنين active again is not allowed، ما بيصير التنين يكونوا 1-1 ال s وال r. فالهدف من هدول الدايركت inputs انك انت اول ما تشغل الجهاز واحدة منهم ال s وال r واحدة منهم بتكون شغالة active، حسب انت هل بدك الفليب فلوب بيكون قيمته البدائية أول قيمة له تكون واحد ولا صفر. يعني إذا أنت من أول ما شغلت الجهاز حطيت زيرو هون وواحد هون، شو راح يصير بهذا الفليب فلوب؟ راح يخزن واحد، راح يعمل ست من البداية، هاي راح تكون قيمته البدائية لسه قبل ما تيجي أي بوزيتيف إيج وهكذا. وبالمقابل يعني ممكن تكون تعمل ريسيت لهذا الشيء. طيب في أي سؤال هون؟ في أي سؤال؟ هلا. وضحت الأمور بالنسبة للدايركت إنبوتس. طيب إذا رجعنا معناته لو رجعت هون على السلايد الفاضي، أوه كويس إنه موجود. لو أخذت أي واحد منهم مثلاً، لو أخذت هذا البوزيتيف إيدج، أوكي. أو خليني النيجاتيف إيدج يمكن عشان رسمته هون تحت بغير رسم. لو ضفت له هذا النيجاتيف إيدج إشي زي هيك طلع، بس يعني. وصراحة الفليب فلوب مش ضروري يكون له both direct inputs S و R، ممكن بس واحد أصلا، لأنك أنت مثلا هذا الفليب فلوب مهتم أنك بس تعمل له reset، ما بدك تعمل، ما عمركش رح تعمل له من البداية من أول الوقت set، بس بدك يا دائما يكون صفر. فمثلا هذا الفليب فلوب اللي هو النيجاتيف إيدج عنده reset، وإذا أنا أعطيتك الانبوت اللي اسمه reset هون، أوكي، وكان ريسيت بس هيك مثال، ضلوا هيك لو ضلوا لو، بعدين هون صار هاي زي هيك مثال بس. هذا هيك شو كيف بتغير هذا الاوتبوت تبع الكيو اللي تحت الاحمر اللي هو تبع هذا اللي هذا؟ بتغير كالاتي، لاحظ هاي هون اريز، لا بصراحة أنا بهذا المثال ما بعطيك الانيشال فاليو. ليش ما بعطيك الانيشال فاليو؟ لأنك أنت لحالك تقدر تعرفها. كيف أقدر أعرفها؟ الدايركت إنبوتس اللي هو R من البداية قديش كانت قيمته؟ صفر. صفر يعني هو أكتف شغال واحد، فإيش راح يخلي قيمة الكيو هاي تبعت هذا الفليب فلوب؟ ريسيت، يعني راح تكون هي لحالها انيشالي صفر. وطول ما هو ال R زيرو طلع، مع إنه الدي تغيرت، مع انه هون الدي تغيرت وصارت واحد وزيرو واجوا عندي نيجاتيف ايدج وهكذا، بس ما بهمني. طول ما هي الار زيرو راح تضلها الكيو زيرو. وين الار بطلت زيرو؟ عند هاي النقطه، صح؟ هاي هون الار صارت واحد، مزبوط. هون هاي لما الار صارت واحد وصارت قيمتها صفر، هلا هذا الدي لاتش بيرجع يشتغل عادي. كيف يعني بيرجع يشتغل عادي؟ بيرجع يشتغل لما الكلوك تعمل نيجاتيف ايدج، بشوف شو قيمه الكيو. طيب انا اطلع ان الريسيت وين صارت عندي صفر، خليني امحي، شوف اذا بقدر امحي هذا الجزء بس اشوف لحاله ولا اوكي زي هيك. عند هاي النقطه لما الريسيت صار واحد هون، لسه ما كانت جاي عندي نيجاتيف ايدج. طب شو بسوي بهاي النقطه من 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 عند من يوم ما هو صار الريسيت واحد لحد ما اجت النيجاتيف ايدج؟ ولا شيء، بتضلها الكيو مثل نفس قيمتها، ما دام هي كانت اصلا صفر بتضلها عادي صفر. طب على النيجاتيف ايدج هون، على النيجاتيف ايدج هاي قديش كانت قيمه الدي؟ قيمه الدي برضه صفر بالصدفه، يعني قيمه الدي صفر، فايش راح يصير هون؟ راح تضلها الكيو زيرو. لو لاي سبب من الاسباب، لو هاي الدي، لو هاي الدي كانت، خليني، لو هاي الدي بدي اعمل بلون واحد، لو هاي الدي اللي هون كانت هيك، تخيل لو انها هيك باللون هذا النهدي، يعني بطل هيك، كان على البوزيتيف ايدج اوف ذا كلوك صارت الكيو، على نيجاتيف ايدج الكلوك صارت الكيو 1، بس هي عشان الدي كانت زيرو ضلت برضه زيرو. وضحت الفكره بالنسبه للدايركت انبوتس السيت والريسيت. طيب هيك بنكون صراحه احنا يعني هاي الماده تبعتنا. المثال الاخير هو عشان يعلمك اكثر على
التايمينج دايجرامز، تعمل التايمينج دايجرامز. اول سؤال هنا، اول شيء هنا في شيفت بالهدول، هذول لازم يكون نزلنا تحت، يعني انه الاس هي هون والسي هون عند البابل والار هون تحت، بس صاير لهم شيفتهم شوي. هذه الرسم اللي هون ايش هي، ايش تمثل؟ لازم انت لحالك تعرف انه هذا اس ار ماستر سليف فليب فلوب. كيف عرفت اول شيء انه اس ار ماستر سليف فليب فلوب؟ اول شيء كيف عرفت انه فليب فلوب؟ في هذول البوست، عفوا البوست بوند اوتبوت، اذا هو فليب فلوب وهو برضه ماستر سليف. كيف عرفت انه اس ار مش الدي، مش الدي او مش الماستر سليف دي فليب فلوب؟ من الاس والار، هذول اللي هون اس والار. يعني هذا رسمه واحده بس هذا في جواته ماستر وفي جواته سليف، وبما انه في هنا بابل معناته الماستر بيشتغل على اللو والسليف بيشتغل على الهاي، اذا هذا اللاتش ببين زي كانه بيشتغل على البوزيتيف ايدج للهاد. تمام، خلينا هي معطيك انا قيم اس وهي ار، وخلينا نعمل طبعا هي رسمه اللاتش، هي رسمه الماستر سليف اللي موجود هون. فخلينا نعمل مثلا الواي وبعدين نعمل الماستر وبعدين نعمل السليف. الماستر بس اكتيف لما يكون السي از لو، اذروايز بيعمل هولد. فاذا كانت الواي اول شيء قيمتها صفر راح يضله الماستر عامل هولد، راح يضله عامل زيرو لحد ما توصل هون عند هذا الجزء. عند هذا الجزء الماستر ببلش يشتغل على حسب قيم اس و ار. طيب قيم اس و ار ايش هم؟ قيم اس و ار هون اول شيء اس 1 R0، يعني شو لازم يعمل الماستر؟ لازم يعمل الماستر ست، بغير قيمته لست. بعديها بشوي صاروا التنين صفر صفر، فايش بروح بيعمل؟ بروح بضلوا عامل هولد. بعدين بشوي هون صار ال R1 والست زيرو، يعني 1 0، ايش مفروض يعمل ال Y هذا الاوتبوت تبع الماستر اللي هو هون؟ لازم يعمل ريست، فهي هون بيعمل ريست بنزل لصفر. بعدين اخر شيء قبل شوي هذا رجع برضو عمل 0 0 اللي هي هولد، فبضله محتفظ بنفس قيمته اللي هي صفر. هلا بعدين خلال هذا الجزء الماستر بضله عامل هولد، قيمته الحاليه صفر، بضله عامل صفر. هلا هنا الماستر شغال، اول شيء قديش كانت قيمه الاس والار في بدايه البلس؟ هاي 0 0، فبضله عامل هولد عند اخر شيء، عند هاي النقطه هون، عند هاي النقطه لما صارت الاس 1 والار ضلت 0، بروح ايش بيعمل الواي؟ بروح بيعمل الواي 1. بعدين هون برد بعمل الماستر هولد، فبضله عامل 1 زي هيك. بعدين هون برد الماستر بيشتغل، بس اس وار هون بوث ار 0 0، فبالتالي بضله عامل هولد طول هون. برضه هون هلا هولد بيجي على هون، اول شيء في البدايه 0 0، فبضله عامل هولد. بعدين في لحظه بصيروا فيها 1 0 اللي هي الست، بس هو اصلا قيمته 1 فما بتغير شيء. بعدين في لحظة بصير فيها 1 1 التو اوتبوتس اللي هم الاس والار. متذكرين الاس والار باللاتش لما يكونوا 1 1 ايش بيعملوا؟ بيعملوا شيء سميناه كان النت الاود. ايش النت الاود؟ اللي هي بتصير واي وواي بار الاثنين، واي وواي بار بصيروا الاثنين 0 0، فهذا راح ينزل ويصير صفر. بس برضه لو انه كان في واي بار راح تلاحظ انه برضه هاي بتصير 0. الماستر هون بضله عامل هولد، بتضلها قيمته صفر. بعدين برد بيشتغل هون، لما يشتغل قيمة S1 وقيمة R0، فأول إشي بيسويه أنه بيعمل set، بعدين بيصيروا التنين 0 فبيعمل hold، بيحتفظ بنفس قيمته. تمام، فهذا أما بالنسبة للسليف، لو جد أجيب للسليف، السليف بيشتغل بالعكس. السليف بيشتغل لما C تكون high ولما يكون low بضله عامل hold. فإذا افترضنا أنه السليف إنيشيالي صفر، هاي هون شغال السليف هلأ هاي، لأنه بس قديش الواي الانبوت تبعه؟ الواي صفر، فالواي صفر يعني الواي بار 1، يعني بدي يعمل ريست، فهو أصلا راح يضله زيرو هون، راح يضله زيرو ما راح يتغير شيء. طيب لما بعدين هون بيعمل أصلا هو هولد، بضله عامل هولد بيحتفظ بقيمته. رجع مرة تانية هلأ السليف شغال بس حسب قيمة واي. طول من هون لهون واي ايش تساوي؟ واي تساوي صفر، يعني واي بار بتساوي 1، وبالتالي برضه راح يعمل ريست فبضله محتفظ بزيرو. بيجي هون برضه هون هون بقول بضله عامل هولد، اصلا هون بضله عامل هولد عند هاي النقطه. الواي از 1 والواي بار از 0، فراح يعمل ست وبعدين يعمل بعديها هولد، يضله الجواب 0 عند هاي النقطه. وين احنا صرنا هون؟ هذا الماستر شغال ولا صح؟ الماستر شغال، وبالتالي
لا هون السليف شغال بس الواي برضو واحد، فراح يضله عامل ست. هلا الماستر هون، هلا هون الماستر شغال، السليف بضله عامل هولد. هلا هون في نقطة مهمة عند هاي النقطة، متذكرين قلنا شو بصير عند الواحد واحد؟ عند الواحد واحد قلنا بتصير الواي صفر، وبرضو الواي بار صفر، اثنين واي بار وواي بار اند واي بصيروا التنتين زيرو، و بصيروا التنتين زيرو. وعلى لما يشتغل السليف ايش بصير عندي لما يشتغل السليف؟ ولا هم الاس والار بيكونوا واحد واحد؟ الله خليني اشوف اتاكد، يمكن اكون لخبطت هون. هي الرسمه، خليني اتاكد من الرسمه. انا هون برضو يمكن كان غلط اني افترض القيمه صفر، لانه هون الماستر شغال والاس واحد والار زيرو، فهو راح يعمل ست اول شيء صراحه، فهي راح تكون قيمتها واحد وراح يكون عامل هولد. مزبوط، انا هون عندي صراحه خطا في هاي الشغله، كان مزبوط صحيح، فبقدر امحيه، معناته انه لازم امحيه هاي. هي زي هيك. طيب النقطه اللي بعديها هيك تمام، هاي هاي زي هيك زي هيك زي هيك، وهي هاي بدي اتاكد هل عند الواحد واحد بصيروا اتنين زيرو ولا بصيروا بصيروا اتنين زيرو. مزبوط معناته. بعدين اوكي احنا قلنا لما يكونوا زيرو زيرو، هي هاي النقطة، لما يكونوا زيرو زيرو وتعمل بعديها هولد، بدخل الفليب فلوب بحالة بنسميها الانديفايند، اللي هو بضله يطلع وينزل، فهذا كان راح يضله يطلع وينزل الفليب فلوب الاول اللي هو الاس ار الاول. فلما تيجي انت هون ويكون السليف هو شغال قيمه واي، واي واي بار مش 0 0، هذا اللي انا حكيته هون غلط، واي واي بار بيكونوا صراحه قاعدين بيعملوا اوسيليشن بين 0 1 هيك، عم بيطلعوا 0 1 0 1، فهذا الشيء برضه بخلي السليف يصير برضه undefined. ايش صار هون؟ هذه واي، هذه واي بار، هذه واي بار، التخمت فكرت هذه كيو، قلت كمان الكيو غلط. اوكي فهي هون مظبوط اللي احنا حكينه دحيت هون، هلا بيطلع برضه بصير هو undefined لغايه انت ما ترجع الكلوك، زي لغايه ما ترجع تعمل هون ست، برد برجع هذا مره ثانيه. فطبعا هون محطوط اكس لانه هون معتبرين زي كانه الكيو از unknown، اذا انا ما حكيت لك انه البدايه صفر الكيو بتكون unknown، مش معروف قديش قيمتها. فبتقدروا برضو هذا تجربوه يعني تشوفوا، يعني ممكن صراحة احتمال بامتحان الفاينل ما نجيب لك سؤال على الأغلب رسم، بس ممكن نجيب لك سؤال فيه دياجرام مرسوم ونصير نسألك عنه يعني، فمفروض تكون فاهم الدياجرام بالضبط. طبعا الاشي المهم صراحة برضو اللي بدناش ننساه انه هذا برضو لساته بيشتغل از فليب فلوب، يعني لساته بيشتغل، وعشان هو بوزيتيف ايدج، يعني انت لو تفرجت بس على البوزيتيف ايدج كان بامكانك تعرف قيمه كيو. على البوزيتيف ايدج اس وار 1 0، فهي الكيو از 1 ست. عند البوزيتيف ايدج اللي بعديها قيمه اس وار 0 0، فعمل هولد، مفروض يعمل هولد بس ونزل لزيرو، لانه هون صار في شيء اسمه زيرو سكاتشنج، لقط الزيرو، هذا قلنا النوع بيصير فيه زيرو سكاتشنج. عشان هيك بالاس ار ماستر سليف يمكن الاحوط دائما لما تيجي تعمل الويف فورم انك تعمل تحسب الواي والنت واي ومنها تحسب الكيو، لانه اذا صار في عندك زيروز و1 سكاتشنج بيطلع انك تتفرج على بس على الايدج بيكون خطا، يعني ممكن يسبب خطا اذا كان في زيرو سكاتشنج او 1 سكاتشنج. اما طبعا اذا كان هو اصلا الفليب فلوب هو دي دي ماستر سليف فليب فلوب او الايدج تريجرد فليب فلوب العادي، فهذاك مضمون انه ما يصير فيه لا زيروز ولا 1 سكاتشنج، وبتقدر تتفرج بس على البوزيتيف ايدج او على النيجاتيف ايدج تبعت الكلوك. انا عارف ان انا كثير حكيت ورسمات وبوزيتيف ايدج ونيجاتيف ايدج وبيطلع وبينزل، فممكن ان شاء الله يعني اذا اضطريتوا انكم تتفرجوا على الفيديو مره ثانيه ان شاء الله انه الامور تكون واضحه بالنسبه لكم. هو صراحه اللي ضايل بهذا اللي تشابتر هم 3 سيكشنز، بس زي ما قلنا هدول بس هم صراحه كثير مهمين يعني للديزاين والاناليسز، بس انا ما راح ابدا فيهم يعني، ف راح نخليهم صراحة. وزي ما حكيت في بداية المحاضرة إن شاء الله أنه إن شاء الله راح نعلن لكم عن محاضرات مش راح تكون داخلة بالفاينل أصلاً، على الأغلب راح نعملها بعد امتحانات الفاينل، نشرح فيها
اللي ضايل من المادة، ونتأمل أن الطلاب يعني يحضروها عشان يقدروا يمشوا بسهولة في مختبر اللوجيك، وفي بقية في أي مادة بتحتاج لديجيتال سيستم ديزاين بيحتوي على ميموري كومبوننتس. طلاب الكمبيوتر انجينيرينج يعني بشكل خاص it's very important أنك تحضر المحاضرات اللي زيادة اللي ما راح تكون داخل على الفاينل اللي هي تكملة هذا التشابتر. برضو صراحة يعني ما يعني يعني أقل يمكن تكون شوي صغيرة أقل أهمية، بس لساتها is very important برضو for electrical and mechatronics engineering. في أي أسئلة؟ يعني أنتم صراحة كمادة فاينل مطلوب منكم لغاية سلايد 31 اللي هو المثال اللي شرحناه هذا اللي هون، هذا آخر واحد، هذا هو المطالبين فيه. بالنسبة طبعا لمادة امتحان الفاينل في اللوجيك بيكون كومبريهنسيف يعني بغطي المادة كاملة، لأنه المادة مترابطة وصعب نفصلها عن بعض، بنقدرش نحكي أنه في جزء مش داخل. بس أكيد صراحة يعني لازم تتوقع أنت أنه التركيز شوي الأكبر راح يكون بالفاينل على المادة اللي إحنا مثلا ما سألناك فيها في الواجبات، يعني مثلا chapter 4 و chapter 5 أكيد راح يكون فيها عليهم تركيز أكبر بمادة الفاينل. بس هذا يعني ممكن يجي أسئلة بسيطة على الـ على الـ على مادة الفيرست وال على الـ على مادة الواجبات chapter 1 و 2 و 3. فأنا بنصحك صراحة لما أنت إذا أنت مضغوط بالوقت يعني كثير ركز أكثر، بس هاي هيك ركز أكثر على chapter 4 و chapter 5 بس. يعني أنت بتعرف أن هدول chapters أصلا بيعتمدوا على اللي قبل، يعني أنت لازم تكون فاهم اللي قبل كثير كويس وبعدين تيجي تدرس chapter 4 and chapter 5 وتركز يعني عليهم. وزي ما قلت هذا مش معناته انه فيش اسئله من الشابترز الاولى، في اسئله ولكن التركيز اكثر على على هذا الجزء من الماده. في اي اسئله؟ طيب شباب كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وشكرا للي كانوا بيحضروا بشكل منتظم. صراحه دائما اسهل انه الواحد يحكي ويكون عارف انه في شخص تاني بيسمع على الطرف الثاني اسهل من ما انه بس تسجيل. بنتمنى لكم التوفيق صراحه في اللي ضايل من الفصل، وان شاء الله الجميع ياخذ المعلومات اللي يعني يعني بيستاهلها واللي هو بطمح لها، وان شاء الله تكون علاماتكم ممتازه وتمر فتره الامتحانات الفاينل بيسر عليكم ان شاء الله. تسلم ايديك دكتور، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. الله شكرا. طيب يا شباب كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله، نشوفكم على خير ان شاء الله. الله يعافيكم، الله يعافيكم جميعا، السلام عليكم.